السلام عليكم ومرحبا بكم معايا على القناة. نتمنى تكونوا بصحة جيدة وبخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نتلاقاو باش نحضروا واحد الكيكه اللي كتجي هائله في المذاق وكتجي رطبه لا كريم باتيسير. اذا كنتم مهتمين بهذه الوصفه خليكم معايا الى نهايه الفيديو، ولكن قبل ما نمروا لتحضير الوصفه نتمنى انكم تشتركوا في القناه اذا كانت هذه اول زياره لكم، ما تنسوا تتركوا لي تعليق وتركوا لي إعجاب. والآن مروا لتحضير الوصفة. المقادير اللي غادي نحتاجهم لتحضير هذه الوصفة هي 4 ديال البيضات، 100 غرام ديال السكر مع السكر فاني، 100 غرام من بودرة اللوز، 100 غرام من الدقيق، وواحد الكيس من خميرة الحلويات. هنا عندي واحد الحك ديال الياغورت، وعندي كذلك كاس صغير ديال زيت المائدة أو 10 سنتيلتر. بالنسبة للسكر إذا كنتو باغينها حلوة أكثر يمكنكم تضيفوا واحد 50 غرام، أنا هنا استعملت غير 100 غرام. نتوما يمكنكم تضيفوا 150 غرام ديال السكر إذا كنتو تبغوها حلوة، أما بالنسبة ليا استعملت غير 100 غرام. أول حاجة هنايا غادي نقومو باش نضربو السكر مع السكر فاني مع البيض ديالنا، ونزيد واحد القبيسة ديال الملح باش هكا تعطينا تقلح هديك البسولية ديال الحلاوة، وكنبقاو هكا نخلطو فيهم مزيان حتى يعني هكا باش يرغوي هاد الخليط ديال البيض. كما كتلاحظوا معايا هنايا يعني ضربتها مزيان حتى اللون ديال البيض يعني بحال اللي ولا شويه فاتح. ومن بعد غادي نضيفو الزيت والياغورت. انا هنا الياغورت استعملته بنكهه الفاني. وهنايا غادي نضيفو المكونات الجافه ديالنا، غادي نضيفو بودره اللوز ونخلطوها، ومن بعد غادي نضيفو الدقيق مع خميرة الحلويات. هنا خميرة الحلويات استعملت كيس كبير اللي كيكون فيه يعني 15 غرام، يعني أي ما يعادل 2 ديال الساشيات ديال المغرب ديال 7 غرام. في هذه الأثناء نكون سخنا الفرن ديالنا على درجة حرارة 180 درجة. وهنا كما لاحظتوا معايا استعملت المول العجيب، ادهنته ورشته شوية بالدقيق، ومن بعد وضعت فيه الخليط ديال الكيكة وغادي ندخلهم للفران لمدة ديال 30 دقيقة. الفران كما سبق لي وقلت لكم يعني كيكون مسخن على درجة حرارة 180 درجة. وهنايا من بعد ما دخلنا الكيكه ديالنا الفران غادي نمروا باش نحضروا لا كريم باتيسير. هنا لا كريم باتيسير حضرتها يعني بابره 4 ديال الحليب، 250 مللتر ديال الحليب، استعملت فيها 25 غرام ديال النشا، 50 غرام ديال السكر، سكر فاني، واستعملت فيها 2 صفار البيض. وهذاك بياض البيض دائما يعني كنستعملوه في وصفات وحدين اخرين. في الكسرونة غادي نوضعو الحليب مع السكر الفاني ونوضعوه فوق النار حتى الحليب ديالنا يسخن مزيان يبغي يغلي، ومن بعد غادي نمرو باش نصبو على الخليط اللي غادي نحضروه. دابا في إناء غادي نوضعو صفر البيض ونضربوه مزيان مع السكر حتى اللون ديالو يولي فاتح، ومن بعد غادي نضيفو له النشا. هنا كما كتلاحظوا معايا يعني السكر البيض مع السكر يعني اللون ديالهم ولا فاتح. وهنايا عاد غادي نضيفو النشا ونخلطوهم، وغادي نصبو فوقهم الحليب المغلى.
كنصبو الحليب وكنبقاو يعني نحركو فيه مزيان باش هذاك البيض ما يطيبش، كنبقاو نحركو. من بعد غادي نخويو هاد الخليط ديالنا في الكاسرونه مره اخرى ونوضعو فوق نار هادئه مع التحريك المستمر حتى تعقد لنا هاد الكريم باتيسير. هنايا كما لاحظتوا معايا الخليط ديال لاكريم يعني عقدنا. من بعد غادي نوضعه في واحد الاناء وغادي نضيف له ملعقه ديال الزبده، يعني غير واحد شويه ديال الزبده. كنضيفوا الزبده يعني هكا باش هاد الكريمه ديالنا من بعد ما غادي تجمد لنا غادي تولي يعني تولي جامده مزيان، وحتى من تبرد ما ديش هذيك القشره الفوق باش ما تجيش هذيك القشره الصفراء من الفوق. يعني انا ننصحكم انكم تستعملوا هاد المعلقه الصغيره ديال الزبده. وهنايا من بعد ما الحلوه ديالنا او الجينواز خرج من الفرن غادي نخليه حتى يولي دافي واحد شويه. وهنايا غادي نمرو باش نحيدوه من المول العجيب ونوضعوه في طبق التقديم باش نمرو للمرحله الاخيره واللي هي التزيين. هنايا بالتزيين غادي نحتاج اللوز هكا رقائق اللوز مع المربى ديال الفريز. انا غادي ندهنوا الكيكه ديالنا كامله بالكونفيتور ديال الفريز او مربى الفريز الفراوله باش نلصقوا هذاك رقائق اللوز المحمر. حمرتهم غير شويه في الفران باش نعطيهم واحد اللون ذهبي وكيجيو مقرمشين هكا من ناكلوهم. صافي كندهن هاد الجينواز ديالي بالكونفيتور ومن بعد غادي نبقى نلصق هذوك رقائق اللوز في الجوانب. وهنايا من بعد ما وضعنا جميع رقائق اللوز على الجوانب ديال الحلوه هكنبقى الشيء ديال الكونفيتور درت حتى هو في الوسط. وهنايا من بعد غادي نوضعوا لا كريم ديالنا اللي وجدناها في هذاك الثقب ديال المول العجيب ديال الحلوه. غادي نسرحوها هكا باش نعطيها واحد السطح يكون املس باش نمروا نوضعوا رقائق الفراوله للتزيين. اما بالنسبه لوضع هاد رقائق الفراوله كما غادي تلاحظوا معايا، يعني في السطر الاول غادي نوضعهم في واحد الاتجاه وفي السطر الثاني كنخلفوا لهم الاتجاه وفي السطر الثالث يعني كنعطيوهم الاتجاه ديال السطر الاول، يعني هكا باش نعطيوهم واحد الشكل ديال الدائره مختلف وحتى في الشوفه يعني كيجي زوين. يعني هاد الحلوه هذه كما كتلاحظوا يعني في الشكل ديالها تجي رائعه، اما المذاق يعني روعه. ننصحكم انكم تجربوها، غادي تجربوها وغادي تحكموا بنفسكم لانها فعلا كتجي خفيفه بزاف هاد الجينواز مختلفه يعني على الكيكات الاخرين. هذه صراحه رائعه في المذاق وهكا حتى لو بينا نحضروها في صباح العيد ولا نديوها يعني هكا من نمشيو عند شي واحد نديوها في يدينا ولا حتى من نجيو عندنا الضيف، يعني صراحه كتحمر الوجه وحتى المجهود يعني ما كتحتاجش واحد المجهود كبير ولا ما فيهاش الجيلاتين ما فيهاش الكريمه السائله، يعني مكونات جد بسيطه باش نخدموا هذه الكيكه هذه. اذا كانت عجبتكم الوصفه نتمنى انكم تشتركوا في القناه وتبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم وما تبخلوش عليا بالتعاليق وباللايكات، وانا يا غادي نضرب لكم موعد في وصفات اخرى باذن الله. الى اللقاء.